مساء الخير بأجمل ناس في الدنيا، بعتذر عن الغياب. هنكمل بقى الجزء الثاني من الأبراج، أو الفرق بين رجل وامرأة كل برج. احنا كنا خدنا لحد برج العذراء، فهنبتدي من برج الميزان في حلقة النهاردة. واللي بيسأل على الجزء الأولاني هكون سايبه في وصف الفيديو أول تعليق أو التعليق المثبت، ادخل اتفرج عليه لو أنت عايز تتفرج على الجزئين. الحلقة كانت جزئين عشان لقيناها طويلة، وبرحب بجديد ويا ريت يعرفنا بنفسه برضه عشان نرحب بيه. واللي ما اشتركش في القناة اشترك وتعالوا بينا نبتدي. هنبتدي من برج الميزان. امرأة برج الميزان يعني زي ما احنا بنقول كده هي الأقل عصبية مقارنة برجل برج الميزان. رجل عصبي أو رجل برج الميزان هو الأكثر ترددا. رجل وامرأة الميزان الاتنين رومانسيين جدا، الاتنين شيك جدا، الاتنين أذكياء جدا. أنثى برج الميزان هي ناقدة، ناقدة أكتر، يعني تنتقد أكتر من رجل برج الميزان لو قارناهم ببعض. رجل برج الميزان هو الأشد عصبية والأشد عندا من أنثى برج الميزان. أنثى برج الميزان هي الأكثر سياسة من رجل برج الميزان. أما رجل برج العقرب أو امرأة برج العقرب أو برج العقرب، رجل برج العقرب هو الأكثر ذكاء من الأنثى، حاجة بسيطة كده زي ما احنا بنقول، يعني هما الاتنين أذكياء. ولكن الرجل في هذا البرج تلحظ إن هو أكثر ذكاء وأكثر غموض، وهي الأنثى غامضة برضه، بس هو أكثر منها في الصفاتين دول. امرأة برج العقرب هي الأكثر رومانسية بالطبع. امرأة تشعر إن هي رومانسية جدا ولكن في حالات خاصة، مش رومانسية على طول، مش زي أنثى الحوت أو أنثى السرطان، هي رومانسية باستمرار. رجل برج العقرب يستطيع التبارد أكثر من أنثى برج العقرب، وده اللي بيجعله ممكن غامض أكثر منها إذا إحنا قارناهم هما الاثنين ببعض. أنثى برج العقرب هي الأشد حبا للانتقام من رجل برج العقرب، الاثنين الغيرة عندهم عالية. رجل برج العقرب هو اللي عنده حب امتلاك أكثر من أنثى برج العقرب. أما برج القوس فلاهي، الرتم الأسرع الرجل هو الأسرع، المتفائل أكثر هو رجل برج القوس، الأكثر عصبية هو رجل برج القوس، الأكثر رومانسية هي الأنثى. طبعا الأكثر ذكاء يعني يعتبر الأنثى هزة شوية أكثر من رجل برج القوس، الأكثر طموحا، هما الاثنين طموحهم يكاد يكون متقارب جدا. كمان هتلاحظ إن رجل برج القوس الأكثر تفاؤلا من الأنثى. أما بالنسبة لبرج الجدي تشعر طبعا إن الرجل في برج الجدي هو الأكثر طموحا من الأنثى. الأنثى هنا، ودي مفارقة غريبة شوية، أشد عندا من الرجل. الأنثى هنا أشد عصبية من الرجل. هما الاثنين عندهم حب امتلاك وهما الاثنين عندهم تسلط، رجل او امرأة الجدي على حد سواء، والانثى هنا اكثر تحملا للمسؤولية من رجل برج الجدي. هما الاثنين يتحملون المسؤولية، ولكن تحمل انثى برج الجدي للمسؤولية بيكون ملفت جدا ويستحق دايما مننا الاشادة كلما تطرقنا للموضوع ده. بينما برج الدلو الرجل هو الاكثر روقانا من الانثى في البرج ده. الانثى برج الدلو هي الاشد عندا والاشد عصبية لو احنا قارناهم في الموضوع ده، والاشد لباقة شوية منه، بس هو راجل رايق قوي ودماغ قوي ومع نفسه قوي، هو يبيع بسهولة اكتر من انثى برج الدلو لو احنا بنتكلم عن الموضوع ده. اما بالنسبة لبرج الحوت نلاقي الانثى اكتر عصبية والانثى اكتر عندا واكتر وصولا للاكتئاب شوية. رجل برج الحوت تلاقيه الاكثر كرما، هما الاثنين كرام، الاكثر في حتة العطاء، الاكثر تسامحا. انثى برج الحوت انتقامية شوية اذا قارناها بالرجل من نفس برجها. رجل برج الحوت ممكن يكون النزعة دي قليلة عنده. في النهاية يا ريت تدعموا الحلقة بلايك لو عجبتكم، توصل لبقية أصدقائنا، العكس ديسلايك، وقولوا لي السبب. قناتنا التانية الفضفضة اللي بيسأل عنها بنحل فيها المشاكل وبناخد فيها آرائكم كل يوم، قصة وحلقة جديدة ودرس مستفاد. الروابط دي كلها متثبتة في وصف الفيديو أول تعليق، وإن شاء الله توحشوني ونلتقي بكم.